السلام عليكم ورحمة الله. لفت انتباهي شيء وأنا أتكلم حول الأخ غيث حفظه الله هذا الإماراتي. يعني أنا أريد أن أوصل رسالة خاصة لخوارج السلفية الوهابية أو للمغرر بهم من خوارج السلفية من الوهابية المغرر بهم. أما الوهابية الذين هم لا يريدون أن يفهموا الدين، لا يريدون أن يفهموا المسائل، لا يريدون، هؤلاء اتركهم على جنب. أقول لهم الآن الأخ غيث يجوب العالم، يعني المسكين أو صاحب الحاجة فجأة يرى أمامه الأخ غيث يأتي يساعده. من هذا الشخص؟ أحيانا بعضهم لا يعرفه، يعني يأتي فقط يفرق كربته، يقضي دينه، يصلح حاله ويذهب. الآن الأخ غيث هو شخص جعله الله غياثا للعباد، يغيث العباد، يغيث العباد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغاث ملهوفا. طيب هذا الآن نحن الآن نتكلم حول دولة الأشباح، يعني في عالم الأشباح. أيش عالم الأشباح؟ طبعا عالم الأجساد. عالم الأشباح هو هذا العالم الذي نحن الذي نراه، العالم المرئي والمسموع، عالم الأجساد، عالم الأجسام، يسمى كذلك عالم الأشباح. هناك بالمقابل عالم اسمه عالم الأرواح. عالم الأرواح، من هم الذين في عالم الأرواح؟ الملائكة، الأنبياء، الأولياء، الشهداء، الصالحين، صالح الجن، كل هؤلاء صاروا في عالم الأرواح. طبعا أنا أتكلم عن الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، لأن هؤلاء الذين كانوا أولا في عالم الأجساد في عالم الأشباح، ثم بعد انتقالهم لعالم البرزخ صاروا إلى عالم الأرواح. انتهت أجسادهم وأشباحهم، صارت إلى التراب. بعضهم يعني أكثرهم أغلبهم كلهم الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين يحفظهم الله تبارك، يحفظ الله تبارك وتعالى أجسامهم وأشباحهم، يعني كرامة لهم تبقى أجسادهم كما هي، وهذا ما شهدناه في كثير من الأولياء والصالحين من السادة الصوفية. أما فهم ينتقلون إلى عالم، قلنا عالم الأرواح. عالم الأرواح هذا عالم غير عالم الأشباح. طبعا عالم الأرواح أسماعهم ليست الأسماع التي نعرفها، هذه أبصارهم ليست هذه البصر، تمام، الشكلية للملك أو لصالح الجن أو للنبي أو للولي أو للصالحين بعد انتقالهم لعالم البرزخ. الأرواح يعني شيء غير، شيء غير لا يستطيع العقل أن يتصورها الآن. لكن هل ترى؟ نعم ترى. هل يراها أصحاب عالم الأشباح؟ نحن نراها عالم الأجساد؟ نعم نراها إذا كتب الله لك ذلك. كيف كتب الله لك ذلك؟ كنت من الصالحين، سلكت طريق الاستقامة، استقمت على أمر الله وعلى منهج رسول الله، واتقيته وواظبت على الذكر، سلكت طريق السادة الصوفية في الذكر والعبادة والمراقبة والمجاهدة والخشية، يحصل لك تنوير قلبي كما حصل للصحابة. سيدنا عمر ينادي سيدنا سارية، يا سارية الجبل، شاف من المدينة إلى العراق. سيدنا سارية في العراق سمع، سمع صوت سيدنا عمر وهو في المدينة. فهذه الأمور لا يعلمها إلا أهل الأرواح. من هم أهل الأرواح؟ قلنا الملائكة وصالح الجن والأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، هذا خاص بهم. طيب هؤلاء أصحاب الآن في عالم الأرواح يغيثون من يستغيث بهم. فأنا عندما أقول يا رسول الله، يا عبد القادر الجيلاني، يا شيخ أحمد الرفاعي، يا فلان، مثل سيدنا عمر حينما نادى يا ساري الجبل، أنا عندما أناديهم هم يسمعون.
إذن مسألة ما في حاجة اسمها عبادة ودعاء لغير الله، هذا الكلام غير صحيح. الجماعة فقط لأنهم لا يدركون عالم الأرواح ولا يؤمنون بعالم الأرواح، لأنهم عندهم يقول لك من مات خلاص صار إلى التراب، هذه عقيدة يهودية نصرانية شركية، يعني عقيدة الملحدين مش عقيدة المسلمين. عقيدة المسلمين من مات من المسلمين المسلم يسمع، المسلم العامي بل حتى الكافر يسمع، الكافر يسمع صوت أصحاب الأجساد. هذا معروف، حينما النبي صلى الله عليه وسلم جعل يخاطب كفار قريش في غزوة بدر، الصحابة يقولون يا رسول الله قد ماتوا قاهم تحت التراب، ما عاد تكلمهم، قال والله إنهم لأسمعوا لي منكم، يعني هم يسمعون أقوى منكم وهم كفار مشركين، وما بالك بالمسلمين؟ طيب ما بالك بالمسلمين عوام المسلمين، من باب أولى من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم يسمعون هؤلاء في عالم الأرواح. الآن هم في عالم الأرواح، عندما تذكرهم تناديهم يسمعون، فلما تستغيث بهم إيش معنى تستغيث بهم؟ تطلب مساعدتهم. أنا الآن إذا قلت يا غيث ساعدني، طبعا ما بيسمع، ما بيسمع. ليش؟ لأنه ليس من ضمن لا هو ولا أنا، يعني لابد أن يكون الذي يتكلم والذي يسمع، تمام، يكون ضمن دائرة الصلاح، ضمن دائرة الصلاح من الصالحين، تمام، حتى ينادي فيسمع والولي أو النبي يسمع. اتضح الأمر كما قلنا، سيدنا عمر وسيدنا سارية الجبل. لكن غيث، نحن في إطار في عالم الأشباح أو عالم الأجساد، لا يسمعني إلا إذا كان أمامي كنت أراه، فناديته يا غيث أغثني، في حد بيقول لك هذا شرك وهذا كفر؟ لا، يقول لك هذا يسمعك. طيب وهذاك يسمعك؟ إذن أنت يا وهابي أنت مشكلتك يعني ليس مسألة عبادة وما عبادة، لماذا تركب هذه تركيبة عبادة حينما تنادي أهل الأرواح تركبها على أنها عبادة وأنها دعاء لغير الله، والذين في عالم الأشباح ليسوا عبادة ولا دعاء لغيره؟ من أين أتيت بها؟ هذه هي بدعة ضلالة اخترعها وابتدعها خوارج السلفية الوهابية. طبعا أول من ابتدعها واخترعها ابن تيمية غفر الله له، أول من ابتدع هذه البدعة. يعني تصور أن خوارج السلفية الوهابية كلهم في ميزان سيئات هذا الرجل، يأتي يقول لك شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، إيش من شيخ الإسلام؟ حتى وإن تاب ابن تيمية توبته، لكن أرى أن هذه العقائد التي الوهابية كلها في ميزان سيئاته، كلها في ميزان سيئاته، نسأل الله السلامة والعافية. فيا وهابي يعني لا تركب لي مسألة دعاء وعبادة لغير الله ودعاء لغير الله ومدري إيش. المشكلتك أنك ما تعرف عالم الأرواح ولا تؤمن بعالم الأرواح ولا تؤمن بوجود عالم الأرواح، خلاص يعني أفصح عن هذا الأمر. أما تأتي تكذب على الناس تقول لهم عبادة ودعاء لغير الله وما أدري إيش،